أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كلام السر حرام؟ وما معنى قول بعض السلف: إذا وجدت قوما يتسارون في دينهم فاعلم أنهم على ضلالة أو على تأسيس ضلالة؟ نعم، لأن الدين ينبغي إظهاره، ينبغي إظهار العلم، فلا يجوز السرية في العلم والدين. فاللي يجعلون لهم مجالس خاصة هؤلاء محل تهمة. العلم ينشر في المساجد وفي مجامع الناس، ولا يختزن في البيوت أو في استراحات أو في مكان بعيد عن الناس، لأن هذا محل تهمة، محل شكوك. فينبغي إظهار العلم وينتفع به الناس وتعمر به المساجد بيوت الله عز وجل. نعم.